والله صراحة احنا قبل ما نجي هنا الناس بتقول لنا امشوا والله قولوا جميلة فيها قروش فيها شغل متوفر منظمات يعني انت ما تهتم بس انت كيف تمرك. احنا كنت بقول لنا كده همنا كيف انك انت تلم حق التذكرة عشان تجي. يقول لك انت بس امشي والله يوزعوا للناس 10 كيلو سكر شوال دقيق ما عارف شنو. يعني ده للناس الحقيقة المعلومة اللي كانوا وصلوا علينا ده الحمد لله بناء على ده الناس اتوكلت جاسفت الباع عفش وباعوا والديهول محيم الناس اتصرفت لحد ما حصلت هنا. لك احنا جينا ما لقينا شي صراحة حتى الآن. أنا نزحت من الثورة شمال لمدرسة الشهيد عمره 17 شهر فقاعدين في الشهيد 17 شهر وبعد ذاك ياهو قمنا نزحنا من مدرسة الشهيد لشالة برضو قعدنا فيها حكاية 4 شهور برضو بنعانوا من الداناد وبنعانوا من الحرب وبنعانوا من ناي وفقدنا فيها أولادنا وفقدنا فيها أخواننا وفقدنا فيها كثير من الأسر. فبعد ذاك من شالايا هو قمنا جينا الجبل هنا والله جينا 3 يوم قمنا جمعة ووصلنا يوم الأحد هنا. الصعوبات ياهو اللي قابلتنا ياهو بس بننزل في المحطات بنبيتوا في الشتاء يا بيتنا جيعانين ما يتعشينا مقيلين في العربية ما فطرنا ولا غدا بنجوا داخلين في منطقة عشان نبيت فيها بنبيتوا بنجوا نازلين بالليل وما في يدنا أي حاجة بنرقد كده على صمت خشمنا وبيصبح الصباح بنواصل لحد ما وصلنا الأحد هنا. احنا جينا من الفاشر لنا تقريبا 14 يوم فعانينا كثير وصبرنا قلنا نقعد وشيل مقعدنا كان ماش بإرادتنا لكن كان لشنو لظروف المالية. الظروف المالية دي أجبرتنا إننا نقعد وحس حاليا إحنا طلعنا برضه يعني في جزء من الناس قدمونا إحنا وفي جزء من الناس قاعدين يعني ما قدروا يطلعوا للظروف المادية. لما اتصلوا لهم هم بسألوا من هنا انتوا قاعدين كيف وكويسين احنا الحمد لله في تدوين لكن ما بوروك الحاجة الحاصل بالضبط وفي نفس الوقت احنا هنا والله قاعدين وقلقانين لهم كثير ما بيدنا حاجة عشان هم ما يجون يحصلونا. جينا بعربية زد اس دي اهو الهسي معايا الاسر المعانا ديل جينا 35 اسرة دي اسر وكان حسبناهم كفرد لا يقل عن 150-180 نفر في العربية. احنا كنا احنا مشحونين كده شاكين لنا شكة الكبريت معانا عجزة معانا كان ناس مريضين معانا أطفال يعني ما تتخيل المعاناة اللي عانيناها قدر شنو. الحمد لله من زمزم طلعنا جينا بيتنا في حتة اسمها فنقة الحمد لله يعني حصلنا هناك لقينا يعني أهل المنطقة كويسين جدا رحبوا بينا بيتنا. اليوم الثاني تحركنا برضو جينا لمنطقة اسمها ريكرو برضو بيتنا هناك يعني من حصلنا حسينا بالبرود تعشف البرد بدأ يخش فينا في الأطفال في ناس طلعت من بيوتها ما شايلة أغطية ما شايلة بطاطين يعني الحمد لله غيتو. وفي ناس إحنا ما كان عندنا قروش في يدنا وسيلة عشان تتصرف بها تقدر تشتري لك أكل لأنه إنت السفر ذاته مسفرينك ومسفرينك بشنو ببنكك إحنا دافعين حسابات كان ببنكك الرسلوا له 100 المهم يعني حاجة إنت بس تساعد بها تبدأ مشوارك إنك تطلع. لكن الحمد لله حصلنا يعني حتى الآن إحنا في منطقة جولو في منطقة جولو الأم. بعد ما جينا هنا يلا القروش اللي عندنا زاتها انتهت والله بصراحة في الشارع بس من السفر تذاكر السفر والشارع مصارف الشارع وكذا. بعد ما جينا الجولو هنا استقبلتنا محلية الجولو وجابتنا هنا المدرسة الأم الحمد لله كويسين ما واجهتنا مشاكل. الناس القدام برضو كتر خير معشونا لمدة يومين ناس الأحياء القريبة برضو جابوا لنا فطور ربنا يكرمهم يعني ما قصروا معانا والله. يا هو لما جينا كان ناس غرفة الطوارئ ديل جزاهم الله ألف خير قدموا لنا وجبة عشاء وناس المدرسة هنا برضو كتر خيرهم يعني اليوم جينا استضافونا عشونا ما ننسى جميلهم برضو عشونا اليوم الأول وديل قدونا 3 يوم كده بعملوا لنا وجبة عشاء فبس وجبة العشاء يعني ما عارفين إنه الناس دي بتفطر ولا بتتغدى ولا كده يعني الحمد لله إنه قدموا لنا عشاء لمدة 3 أيام.
كفايه، هو ده اكبر صعوبه، وفي يدنا ما في حاجه، نحن بنعاني يعني من لقمه اليوم، انه زول لفطر لحد الان، نحن زول ما فطر لحد هسي الان، نحن زول فطر فينا ما في. بعد ده يا هو المعانوين، المعاناه في بعد ما جينا سكننا هنا البرد، يعني البرد كثير والله بصراحه. احنا اول يوم ثاني يوم تسمع الصباح كل الشفاء بيقح. بعد ما قعدنا يا هو انا من ضمن اللجنه، كوننا لجنه وعملت دراسه لل 37 اسره، والله كلهم ناس امراض مزمنه، كلهم ناس امراض مزمنه، على انهم الضغط السكري، على انه الجيوب الانفيه، في ناس انيميا، في الاطفال. ياهو الحمد لله، ياهو الحمد لله، زي انت ما شايف عملنا الحتات دي بطريقتنا نحنا، بملايات بتياب، المهم الحمد لله. اما الفرش اللي انت شايفه ده الحمد لله، يا هو احنا من مداد النزوح كان معانا في المدارس كده، يعني ده الشيء حتى الوحيد الطلع. احنا بعد ما طلعنا ذات الدانة دمرت البيت صراحة. نعم، احنا كنا في الشارع داخلين على ريكرو، يعني كان لاقتنا عربيات منظمه، قال يعني بشروا بشريات كانت سمحه، قال لنا اصلوا مكانكم جاهز، عشاكم جاهز، حتى عندكم قروش حيدوكم. صراحه دي من الوعود اللي احنا كنا متذكرينها في العربيه، حتى الناس نسيت تعب السفر، يعني ذات الناس ابتهجت شويه، لكن احنا جينا ما لقينا شيء صراحه حتى الان، غير الدراسات يعني، بس الناس بتجي بكراساتها، كم معارف أطفال، كم معارف شنو، لكن حاجة كده ملموسة ما في والله صراحة. الآن يعني زي ما شايف إحنا قاعدين تحت الشجر، يعني دي الحاجة اللي بتتضح لك وبتتضح للجمهور، إحنا قاعدين تحت الشجر صراحة. الناس دايرة تبني لكن تبني بشنو ما عارفة، يعني إحنا دائما بودنا يعني إن إحنا نعمل لنا حتات نستغر، يعني حتات تحمينا من البرد، تحمي أطفالنا وأمهاتنا، لكن ما في الإمكانيات، يعني الواحد ما عنده القدرة عشان يشتري له شرقانية ولا يشتري له عود ولا غيره. إنه الناس دايرة كاش، دايرة مأوى، دايرة موية، الصحة، دي الحاجات المفروض تتوفر للناس، فبجد يعني محتاجين للحاجات دي. حتى الموية إحنا من جينا يا أهل الأجاب معه جردل، أجاب معه حفاظة، حتى لو جبت موية يعني كبيت في الحفاظة، الجردل ده ما بخدتك عشان تعمل منه أكل، تتوضى منه، تستحمى كده يعني. والله بالناشد المنظمات انه تعيننا وتجيب لنا يعني غذاء وسكنات مريحة شوية، حاجة ان شاء الله نعملوا لنا بها سكن، ان احنا ناس عيانين وعندنا ناس عيانين، يعني يا هو احنا مضطرين نقعد جنب المستشفى عشان الواحد لو في ظهرك انت توصله المستشفى، فبالناشد المنظمات انه تساعدنا وتساندنا في هذا الظرف ده. اولا حاجة بناشد الشعب السوداني، بقول لهم كفاية دمار، كفاية خراب، كفاية مشاكل، إحنا ناس إخوة، ناس أسرة، ناس سودانيين، يعني زي البيت الواحد، المفروض الناس توقف الحرب وترجع. الفات كتير والمشاكل كتير للناس، وكفاية إحنا والله خلاص ما قادرين لخطوة قدام، يعني نستمر بهذه الطريقة، فنتمنى من الجميع إنه يوقف الحرب.